أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد في ليلة الفرح، في ليلة ذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية. ضيفنا في هذه الدقائق الأستاذ أحمد السالم، الكاتب في الشأن الاقتصادي. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. مساءك وطن. مساء الخير. مساءك أخضر معنا اليوم. يا أهلا وسهلا. خلينا نتكلم عن المشاريع التنموية في مملكتنا الحبيبة. يعني مؤخرا كثير من المشاريع اللي رفعت عجلة التنمية على المستوى المحلي وأيضا وصلتنا للعالمية في كثير من الأمور الاقتصادية، خلينا نتكلم عنها أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اعطيني فرصة ارفع اسمعيات تهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين بمناسبة اليوم الوطني 89. نحمد الله اولا على نعمة الامن والاستقرار. من بداية توحيد المملكة العربية السعودية بدأت خطوات التنمية، زادت وتيرتها بعد اكتشاف النفط، وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى ونشكر الله عليها. القيادة من الملك عبد العزيز وصولا إلى الملك سلمان استفادت من ما حباها الله من خيرات ووجهتها إلى تنمية المواطن أولا وتنمية هذه القارة الشاسعة. السعودية لم تتوقف بها التنمية أبدا، حتى في أسوأ مراحل أسعار النفط السعودية استمرت في التنمية، وكان رهان الدولة أن التنمية هي المحرك الحقيقي لهذا البلد. استدانت في وقت من الأوقات لتستمر هذه التنمية. اللهم لك الحمد والشكر. ما نراه اليوم من تطور، من استقرار، من أمن، هو نتاج 89 عام من العمل المستمر الذي لم يتوقف يوما ما. طبعا أنت تتكلمين عن المشاريع التنموية. طبعا احنا لدينا رؤية 2030، هي رهان حقيقي راهن عليه سمو ولي العهد، وكان هو عراب هذه الرؤية. بداياتها اليوم حقيقة مبشرة. الجميع بدأ يشاهد الخطوات. جميل. الأولى. جميل. راح نتحدث أستاذ أحمد مرة أخرى، نتحدث عن الوضع الاقتصادي. أنت كنت تتحدث قبل زميلنا عبدي الله عن الرؤية 2030 وإسهاماتها الاقتصادية بما يكفل للمواطن عيش كريم يعني. لكن اليوم احنا اذا ما تحدثنا عن الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي المحلي وتأثر اقتصادنا بالاقتصاد العالمي. طبعا اليوم بالفعل الاقتصاد العالمي يشهد ركود ويتخوف الجميع انه يصل الى مرحلة ركود، لكن الشيء الجميل انه يمر هذا الضعف الاقتصاد العالمي بملاءة مالية اقتصادية سعودية قادرة على امتصاص هذا الضعف. والأجمل من هذا الشيء أن الرؤية لن تتوقف بمجرد أن الاقتصاد العالمي ضعيف، هي لديها برامج وهي تسير عليها بشكل منتظم. اليوم المشاريع المعلنة سواء في البحر الأحمر أو في الجدية أو مشروع نيوم كما أعلن عنها تسير بوتيرة جيدة وبإذن الله ستكون في مواعيدها. إذن هذه الرؤية كانت تحدي، واليوم الجميع يلمس هذا التحدي من خلال عمليات الإنجاز التي تسير في هذه المشاريع. 2030 موعدنا كما قال ولي العهد. نعم. وهو واثق أن هذه المشاريع وهذه الرؤية ستكون على الموعد مع المواطن بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله وستكون كذلك. خلينا نتكلم على المستوى الدولي، الاتفاقيات اللي وقعها سمو ولي العهد مؤخرا فيما يخص الجانب الاقتصادي، نتكلم عنها أكثر وتأثيرها على. طبعا السعودية من بدايتها وهي توقع اتفاقيات اقتصادية مع
كثير من الدول. طبعا الاقتصاد متحول، ما كان صالح في زمن ما يتغير في هذا الزمن وسيتغير في المستقبل، ولذلك السعودية حسب ما ترى حاجتها المستقبلية في كثير من الدول تبادر بتوقيع اتفاقيات. أنا أرى اليوم السعودية مهتمة بأمرين مهمين وتستفيد من كثير من الدول من سبقتنا في هذا المجال، هي الصناعة وتحديدا الصناعات الحربية والمجال السياحي. أنا أرى حقيقة خوض السعودية والرؤية 2030 هذين المجالين، أنا أعتقد أنها رؤية حكيمة وسديدة. السياحة اليوم تشهد نمو وطفرة في العالم، جميل، وتدر على ميزانية هذه الدول أرباح طائلة، فبالتالي يجب أن نخوض هذا المجال إضافة إلى التصنيع الحربي وهو حماية للتنمية في الداخل. صحيح. جميل جدا أستاذ أحمد. سندس أنت طالعة فاصل؟ نطلع فاصل؟ طالعين معك فاصل عربي. أنا ما ودي أودع المشاهدين، نطلع أنت فاصل. طيب فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من همة حتى القمة. معنا أيضا نرجع لضيفنا، نسألك عن همم الشباب في التنمية خاصة في مجال السياحة، يعني إحنا قاعدين نشوف الرؤية وتوثيق الجانب السياحي فيها، الفرص اللي راح تمنح للشباب وأيضا الشكل النهائي للسياحة السعودية عالميا. شوفوا أولا إحنا اليوم لدينا بطالة في الشباب، ولدينا مجال كان معطل اللي هو السياحة، والسياحة تستقطب لن أبالغ مئات الآلاف من الوظائف للشباب. صحيح. وهذه كانت معطلة. اليوم رؤية 2030 فتحت الباب على مصراعيه في هذا المجال، وأخذت على عاتقها أن تكون البداية من الدولة حفظها الله. نعم. بمشاريع ضخمة ربما لا توجد على مستوى الشرق الأوسط، وربما إن بالغت على مستوى العالم، منها نيوم، البحر الأحمر، القدية. جميل. ثلاثة مشاريع أنا أراها إن نفذت كما ينبغي وكما هو موجود في المخططات وكما أعلن، ربما نقضي على البطالة. جميل. بإذن الله، لأنها تحتاج إلى مئات الآلاف من الشباب. هذه المباشرة، هناك وظائف غير مباشرة ستفتحها هذه المجالات. نعم. إضافة إلى أن السعودية دولة مستقرة وموقعها الجغرافي جدا مميز. جميل. لذلك ستكون في المستقبل بإذن الله قبلة للسياح، وهذا ما نتمناه. نعم. ونتوقعه من خلال هذه المشاريع. جميل. ومصداقا لحديثك أستاذ أحمد، يعني الاستقرار اللي تعيشه المملكة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى نحمد الله عليه، أيضا هو محفز للمستثمر أن يكون حاضر من خلال هذه المشاريع التنموية الضخمة. إذا ما أخذنا على سبيل المثال مشروع مثل مشروع القدية، واليوم الجميل في الأمر تنويع مصادر الدخل، ليس يعني لن يكون الاعتماد فقط على النفط، بل أيضا من ضمن الاعتمادات الأخرى على الجانب السياحي مثل ما تفضلت. القدية اليوم هي تفوق ديزني لاند. أنا ما أعرف كم المساحة بالضبط، إذا أنت ممكن تقدر تفيدنا فيها، هي ضعف مساحة ديزني لاند، فهذا مؤشر على أنه في شركات أجنبية حتكون موجودة عندك بخلاف السائح الأجنبي اللي أنت راح تستقطبه كذلك، بمعنى أنه في دخل جايك لإنعاش الاقتصاد. طبعا بلا شك القدية مشروع ضخم بمساحة ضخمة بمنتجات جديدة، منتجات منافسة، لا أبالغ إن ذكرت لم توجد في الدول المجاورة. أنا سبق وأن ذكرت لك ولي العهد لم يدخل مجال السياحة بمجال تقليدي، بمنتج تقليدي، هو يطمح
كما ذكرت، لأنه السعودية تكون وجهة سياحية. لا يمكن أن تكون وجهة سياحية بمنتجات تقليدية، صحيح، بمنتجات موجودة في دول مجاورة، صحيح، بمساحات صغيرة، ولكن تكون ربما أشبه بالمدن. الآن المشروع الواحد السياحي المذكور من الثلاثة، البحر الأحمر، نيوم، القدية، نيوم، مساحات دول، صحيح. فبالتالي ترافق مع هذا الأمر بإذن الله مشروع السكة الحديد، مطارات، تطوير المطارات، بنية تحتية، فنادق، كل هذه تكمل بعضها، ولكن نحتاج إلى شوي صبر، لأن هذه المشاريع لا يمكن أن تقوم بين يوم وليلة، أو حتى بين سنة وسنتين، صحيح. ولذلك في حال اكتمالها بإذن الله ستكون السعودية على موعد مع مستقبل جديد، جميل جدا، ونهضة جديدة، صحيح. وكما سميت السعودية الجديدة، صحيح. بالأول كانت المشاريع التنموية مركزة في المناطق الأساسية، الحين ما شاء الله قاعد نشوف كثير مشاريع التنموية في عدة مناطق في المملكة، تأثيره اقتصاديا هذا طبعا بلا شك. اليوم احنا كان من الظلم أن نرى التنمية مركزة في مناطق معينة، ولذلك من أهداف الرؤية أن التنمية تشمل جميع مناطق المملكة، حتى على مستوى الاحتفالات تشمل جميع مناطق المملكة. لذلك اليوم المناطق الكبيرة كالرياض والمنطقة الغربية تشهد هجرة إليها بشكل كبير، وبالتالي يؤثر على خدماتها. اليوم هدف الدولة أنه أنقل جزء من التنمية إلى خارج هذه المناطق لفتح فرص وظيفية، صحيح، القضاء على البطالة في أماكنها، ولا أحتاج أنه المواطنين يأتون إلى هذه المناطق، إلى المدن الرئيسية، عن وظيفة لهم. لذلك أهداف الرؤية التنمية تكون شاملة وليست مقصورة على مناطق معينة. إحنا استمعت لكلام ولي العهد، ما علينا إلا سوى الصبر، وعلينا المتابعة، وسنشاهد كل سنة عمل، صحيح، على الأرض. إحنا كنا نسمع، لكن اليوم نسمع ونرى. وسنشاهد، ونحن شركاء كذلك في تحقيق بلا الرؤية. بلا شك. أستاذ أحمد، الحديث أيضا عن الموقع الاستراتيجي لنيوم وربطها للعالم ككل، انعكاسات هذا الموقع الاستراتيجي على اقتصاد المملكة، على اقتصادنا المحلي. أشوف المشروع نيوم مشروع ضخم، صحيح، يعني الحديث لا يغطيه لبضعة دقائق، صحيح. أتكلم عن مساحة تعادل دول، صحيح، ولكن في لمحة سريعة أستاذ، ولا هو كموقع الاستراتيجي كما ذكرت لك سيغير من وجه المملكة للعالم، سيغير من الفكر الاقتصادي العالمي داخل السعودية. مشروع حقيقة إلى اليوم أنا أحاول أتخيل هذا المشروع كيف سيكون. ينتابني أحيانا أنه أرى أنه خيال. اليوم ولي العهد يؤكد ما ترون خيال ستشاهدون واقع. فعاليات وقاعدين يزودونا بالتقارير سريعة على أساس نعرضها اليوم في برنامجنا همة حتى القمة. أستاذ أحمد، الحديث اليوم عن الشباب، ما أنه كان زميلنا نايف من جامعة الجوف، الحديث عن الشباب اليوم ومدى استيعابهم لمثل هذه المشاريع الضخمة، مدى استيعابهم كذلك اليوم لرهان سيدي ولي العهد عليهم كشباب في تحقيق رؤية 2030، طبعاً والبرامج طبعا اللي هيئت لهم من حيث التطوير والتأهيل والتمكين كذلك. هو محور رؤية 2030 هو الشباب. اليوم السعودية دولة فتية، هو مراهنة، سوق العمل يضخ إليه
آلاف الشباب. سوق العمل اليوم لا يستوعب كثير من الشباب، فلذلك التنمية بإذن الله القادمة ستحتوي هؤلاء الشباب. لدينا تنمية بإذن الله على مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الصناعة وعلى جميع المستويات، وأنا أعتقد أنه بإذن الله أنا متفائل خلال السنوات القادمة المشاريع التنموية القادمة ستفتح فرص كبيرة وواعدة للشباب، ولكن يجب على الشباب اليوم أنه لا ينتظر الفرص، هو من يبادر. لديه اليوم العمل الخاص متوفر، اليوم كما تشاهدون الشارع هذا فيه أرى مئات الفرص للشباب، لذلك لا يجب على الشباب القلق. ولي العهد حامل همهم، المستقبل واعد لهم بإذن الله. لذلك أنا أرى أنه وقد تستغرب من هذه الكلمة، في المستقبل ربما نحتاج إلى أيدي عاملة من الخارج تغطي فرص العمل المتاحة لدينا. جميل جدا، وصلنا إلى ختام الفقرة هذه سندس مع ضيفنا الأستاذ أحمد السالم الكاتب في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام الآن فاصل غنائي، أغنية للفنان الجميل راشد الماجد بعنوان أرضنا خط أحمر، كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان الملحن القدير ناصر الصالح، وإنتاج وزارة الإعلام. راح نشوف هالأغنية هذه وراجعين ومكملين معاكم في همة حتى القناة.